مباريات متتاليه يخسر 3 مباريات علي بن شيخ، والمدرب الاسباني فيليكس سانشيز يصرح ويقول ما قمنا به يرضينا واهنئ اللاعبين على ما احرزوا. الكلام لو يقول فيه مليح كيكون حاكم فريق قوي شويه، هذا الكلام يجوز فهمني، هو يخمم تاتر هكذا ان طون كونترينور. بصح انا نظن المسؤولين تاع الفيدراليه تاع قطر انا نظن لي هما غالطين لي فالي رامني ان اونترينور لي يحمسهم لي موتيفيهم كيما دار رونار. الخدمه كاع لي زونترينور براتيكمون يصاف ترافاي، مي صح هادو ما لي زيكيب كيكونوا شويه ضعاف لازم واحد لي يحمسهم لي موتيفيهم لي يدخلهم كوم دي غيري لا غرينتا. لونترينور هذا باين الاسبانيول هذا خدمهم وكذا وديروا واش عليكم انا درت لكم، مي هادو ما ينجموش يديروا حوايج اكثر من اللي لازم لهم او الصوف ولا لعبوا بهذيك الشجاعه وبهذيك الاخرى. انا نظن هذه هي الاخر تاعهم. وزيد قالنا الغلطه حبسوا الشامبيون على جال هاد ليكيب ولي ماتش في الرجلين كيفاش ابار تونطريني ودير لي تورنوا ولا سي با كيما تلعب ان شامبيون تاعك ريغوليرمون. نعم انا نظن هذه غلطه قالنا. ياسين سالمي، المنتخب القطري توقف على البطوله، لكن المنتخب القطري قبل سنوات من الان هو يحضر لعب كاس الكونكاكاف في قاره امريكا الوسطى، الكاس الذهبيه، لعب كوبا امريكا كضيف هاد السنه في اقصائيات كاس العالم. مشاهدينا الكرام، كان قد شارك في الاقصائيات الاوروبيه وكان في مجموعه البرتغال وصربيا، يعني اختلط باقوى منافسات القاريه اللي كاينه ياسين سالمي. لكن هاد الشيء ما شفناهش في الدوره هذه. منتخب 3 لقاءات خسر 3 لقاءات، سجل هدف واحد، تلقى 7 اهداف، يعني احصائيات كارثيه لمنتخب بلد منظم للدوره. لا شوف، هو راك تكلمت وتكلمنا المره الاخيره حتى ولا تجيب مدرب اسبانيولي بثقافه اسبانيوليه ثقافه استحواذ وانت ما عندكش ثقافه هذه، لانه الاستحواذ الكره. ولكن رانا نشوفوا الفريق الاسباني نزيد لك رقم فقط قبل ان توصل على كلامك. المنتخب القطري اعتقد بانه لعب قرابه 90 مباراه منذ 2016 الى غايه اليوم، يعني في 6 سنوات كامله، وكانه فريق يلعب البطولات، يعني فريق يلعب في البطوله رقم عادي، يعني لكن منتخب بهذا الشكل وتخرج في الدور الاول 3 انهزامات كبير شويه الامر. ما شفنا وصل التصرف تاعو ضد الفريق السنغالي، يعني ضد الفريق نقولوا في المباراه الاولى بدايه الدوره مع الفريق الاكواتوري اللي كان فريق قوي وكان خدا له المرتدات مع الفريق السنغالي منهزم، ويقعد يستحوذ على الكره في لو كون تاعو ويقعد يدير التمريرات، يعني التمريرات القصيره، وما كاش ما ياخذش الكره للامام. لاغريسيفيتي ناقصه، لي كوز دو كارطون تاعهم تقريبا دون لو جو، ولكن ماشي سي با دي كارطون داغريسيفيتي. الفريق ما عندوش هذيك النزعه، صادير لا ريكونفيرسيون دو صادير في استرجاع الكره، يمشي للامام يسترجع الكره ويقعد يدور فيها تما، ما يقدرش يمشي. اليوم المدرب هذا غرس هذه الثقافه في اللاعبين، ولكن ماشي هي الثقافه تاع اللاعب، يعني اللاعب القطري اليوم انت تسيد تحت انكولكي اون كولتور دو جو، وهذيك لا كولتور دو جو فيها متغيرات في حاله وين تكون منهزم، في حاله وين ما تكونش منهزم، كل هذه الظروف هذوما. اليوم راه يقول المدرب انه اي ساتيسفي، يعني هو يعني لي ساتيسفي بار لو روندمون. حنا نقولوا بهذه الانجازات وبهذا يعني كل ما تعمل في قطر وكل هذا الشيء سي با زون ساتيسفاكسيون، ما شفناش مره تغير اللعب تاع الفريق القطري، ميم با يلا بري يعني كما نقولوا حنايا النزعه الهجوميه هذيك، ما خداش ما عمل ولا شيء، عمل قاعد يمرر في الكرات وكان تقريبا ما سجلش، يعني سجل غير هدف واحد في اللعب، اول هدف في تاريخه في اول مشاركه في كاس العالم. وتحكم الفريق، يعني قلت لك الفريق يعني غرس له هذيك. تلحق انت اون ديفونس، رانا شفنا لاعب خوخي شفناه استدير اشاك اليوم كي هل اللاعبين اللي جنسهم اليوم، نسالك جنس 10 لاعبين كاملين، هل اخطا في تجنيس بعض اللاعبين؟ هل بعض اللاعبين اللي جنسهم اليوم ياسين سالمي ولا اي سؤال موجه لكم ثلاثتكم محللي الافاضل، هل المنتخب القطري اخطا في تجنيس بعض الاسماء وكان ربما عليه جنس اسماء اقوى من الاسماء اللي جنسها؟ نعم اخطا، نقول لك انا على شخطة لانه تلعب 90 مباراه، قلت لي في ظروف 3 سنوات تلعب 90 مباراه هكذا، 90 مباراه ومن بعد تنستالي سوسيال، يدخل فيها السوسيال في الفريق، يعني تقريبا عندك 90 مباراه الفريق يمشي هما سي لي ميم لو ميم جروب،
المدرب هذا ما غيرش، ما جابوا ولا لاعب اخر. انا قلت لك في المباراه الاولى شفنا روخي لاعب خوخي اللي عنده 90 كره، خوخي وين يلعب لي اكسيال بارابور زوتر جوار، خوخي اللي كان خرج رجل مقابله، خوخي اللي كان خرج يعني في بارابور جروب، مانيش نحكي في المباراه هذيك يعني بارابور جروب، خوخي تمر عليه كل الكرات، خوخي هو يدير اللعب، خوخي لي زانترفونسيون، خوخي يعني اليوم تشوف كي تلحق لا بوزيسيون تاع خوخي وين راه، والله ميتريس دو بالون تاع الفريق القطري تنطلق من عند خوخي، هذا شيء يعني ما اونتروف با في قلب اللاعب، اونتروف با جوج. حسين المترف قبل ان نحكى الخط لمزيد من الاضافات، اريد فقط ان اقرا عليكم مشاهدينا الافاضل تصريح عبد الكريم حسن واحد من اكثر لاعبي الخبره حسين المترف في المنتخب القطري، يقول حاولنا ان نكون الحصان الاسود في هذه البطوله لكن لم ننجح. شوف من الصعب ميدو، شوف نقدر نخالفك الرأي في شيء صغير، اللي هو المنتخب القطري هذه أول مشاركة له في كأس العالم، نعرفه باللي كي نمدو يعني إكزومبل مثال المنتخب السعودي هذه سابع مشاركة له في كأس العالم. أنا بالنسبة لي ما نقولكش المنتخب القطري أدى يعني دورة كبيرة ولا نكذبوا على روحنا، لا، لكن المنتخب القطري ما نهزمش أهداف بديسكور ليور، فهمتني؟ نشوفوا بلي التنظيم، نتكلموا كدولة تنظيم شيء واضح، لا نكملوا الدولة القطرية داخل فيها التنظيم وداخل فيها الفريق، حبسوا بطولة بأكملها على جال المنتخب القطري هكا، الفيدرالية هي اللي تحبس البطولة القطرية. نشوفوا هنا المنتخب القطري ما عندوش تجربة، ما عندوش تجربة في المستوى العالي، كي تتكلم على الكونكاكاف وتتكلم على المسابقات اللي تكلمت عليهم، ليس المستوى ليس مثل كأس العالم، كأس العالم مستوى جد عالي. المنتخب السعودي باش الحق وين حقق هذاك الانتصار ضد الأرجنتين، وصح نشوفوا باللي بمثابة إنجاز، نشوفوا باللي جو السبع مونديالات كان يخسر بديسكور تاع 8 في اول مشاركه على المنتخب السعودي، فاز بمباراتين وتأهل على ما اعتقد للدور الثاني، فاز على بلجيكا وفاز ايضا على منتخب اخر بست نقاط، هدف العويران اللي ذكروا مونديال 94 سعيد العويران في اول مشاركه له. لكن المنتخب القطري اليوم في اول مشاركه، استسمحك حسين المترف اسمح لي فقط، تلقى سبع اهداف وسجل هدف واحد، يلعب كاس العالم فوق اراضيه. انا سؤالي وجهته لياسين سالمي حول نوعيه اللاعبين اللي جنسهم المنتخب القطري، ربما بالنظر للامكانيات الكبيره لدوله قطر، التنظيم علاش قلت لك نخليه التنظيم بجانب، التنظيم شيء ومنتخب تحضر منتخب منذ 2010 وانت تعرف بانك ستلعب المونديال فوق اراضيك، 12 سنه كامله كافيه لتحضير منتخب خاصه انك راك تجنس. صح حسين نسمح نظن ولا كلوب ما ولاش سيليكسيون. اليوم كي قلت لي لو شيفر تاع 90 مباراه في 3 سنوات، لا ماشي 3 سنوات، لازم هكا يلعبوا 30 ماتش بارون تقريبا، لا في 6 سنوات منذ 2016، حتى 6 سنوات 90 مباراه ما نظنش، سيليكسيون مازال ما دارش 90 مباراه في 6 سنوات يعني تفضل عليه بس كلمه برك. شوف دير 90 مقابله او على حسب رايه ولا 200 مقابله في 6 سنوات ولا دير واش حبيت، فهمني؟ كانت هما عندهم زافي لا بوسيبيليتي تاع يجنسوا اللاعبين، فهمني؟ تروح وين تحب، شفنا الفريق الوطني قطر يلعب، شفنا لاعبين ما عندهمش مستوى يلعبوا في فريق وطني. أنا شفنا مستوى تاع سارتا ما نقولوش أسماوتهم، ما عندهمش مستوى يكون يلعب في مونديال ويلعب في فريق وطني، من المحال. هما على حسب رأيي الغلطة وين؟ أنت يا جنس هكذا يقولوا. هذا ما أردت الوصول إليه، صح. أنت جنس على الصح كما يقول لك. كاين دي ميلي دو جوار كانوا مادا بيهم يديوا الجنسية قطرية ويلعب مونديال، جيب لاعبين اللي أموا في المستوى. احنا شفنا هنايا لاعبين ما عندهمش مستوى، وكي سقسيت مع رضوان والجماعه قالوا لي كانوا يلعبوا في دي ديفيزيون تحت كاع، لان يتحطوا هاك وهاك. لا انت جنس جيب لاعبين في مستوى اللي يشرفك. اليوم القطر هي اللي كانت هذه غالطين فيها، كانوا يخموا لها مليح. انا نورغانيزي في القمه فريمون شرفوا العرب والمسلمين في لا جيسيون، انا نخطط بلي لازم خويا نجنس نجيب لاعبين اللي يلعبوا في لي كلوب بروميير ديفيزيون دون الموند، وما عندهمش مكانهم يلعبوا في الفريق الوطني تاع بلادهم. كيما عملوا في ليكيب تاع الهوند تاعهم راحوا فينال. يعطيك الصحة. ليكيب تاع الهوند راحوا فينال. جيب هكذاك اللاعبين باش يزيدوا يطلعوا لك المستوى، ومن بعد القطر تجوز نوسو ريسك ان توري يا سيدي،
ولا تماركي لي بيوت وتونكيسي وتلعب له، واش عليه؟ فهمني؟ مي اليوم شفناهم جازو كوم سي ما كاش، لان الجنسيه اللي داروها با مال دو جوار انا ليا ما عندهمش مستوى كاع يلعبوا في فريق وطني، الور لا يلعبوا مونديال سي اونكور بلو غراف. ميدو زيد نكملك، المنتخب الوطني الجزائري في 2010 في مونديال جنوب افريقيا على ما اظن صفر هدف. نعم في مونديال هادو اشياء يحدثوا. المنتخب الجزائري منتخب اللي نعرفوا بلي كل ما يروح المونديال يصنع يعني المفاجات، في 2010 يعني جزنا اكوتي كمنتخب جزائري وين ما سجلنا ولا هدف. شوف هاد شوف كي تجي تشوف المنتخب القطري لاول مره وعلى هذه تاع التجنيس وكاع، صح مشكل لان اي منتخب كي تكون انت يعني تسكن في هذاك البلاد وتعرف قيمه هذاك البلاد والتقاليد تاع هذوك البلاد، يعني راك راح تدخل بروح. شوف المنتخب الوطني شفنا كريستيانو رونالدو في اول مباراه كان يبكي في النشيد الوطني. هنا نشوفوا باللي انتماء اللاعبين للبلد اللي راهم يلعبوا فيه شيء جد مهم. نشوفوا ان المنتخب القطري هذه تجربه بالنسبه لهم، وراح يعني يحسنوا من مردود تاعهم بدون شك يعني في المستقبل، لان عندهم يعني ديزانفراستركتير، عندهم منشات يعني على مستوى عالمي. ونتمنوا التوفيق لهذا المنتخب القطري، لان التنظيم اللي داروه في هذا الكاس يعني تنظيم في المستوى، تنظيم يليق يعني بسمعه العرب والمسلمين وكل ما كان يشكك يعني في هذا الامر. ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل ان شاء الله. شكرا لك حسين المترف. ياسين سالمي، لو نعود للمنتخب، تحدثنا عن المنتخب القطري، سنعود مشاهدينا الافاضل الى المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي في كل دوره لكاس العالم كان يكون هناك لاعب كاكتشاف من طرف الهولنديين. فهذه الدوره غاكبو لاعب بي اس في اندوفن، ثلاث مباريات، ثلاث اهداف، ثلاث مباريات، مستوى راقي، واحد من افضل اللاعبين في كاس العالم هذه. شوف على كل حال تم اختياره من طرف افضل مدربين، يعني اللعب موضوع على اللاعب هذا اليوم يسجل لك ثلاث اهداف ويزيد كما نقولوا لا برودكسيون تاعو في المباراه، في التحركات تاعو. نظن اليوم هو لاعب يعني راهو يصعد في الارقام تاعو. وهما اليوم الهولنديين كي راح يخير لك لاعب يعني ماشي ما يجنسوش ولا يعني بور لو بوست هذاك يشوازي لو جوار او بوست، يعني يتكلم هو على منصب واش راح ينتج لي هذا اللاعب في المنصب. اليوم هذا اللاعب عنده انتاج في منصب، عنده ثلاث اهداف وعنده واش قلت لي بيدو عنده ثمان اهداف هذا الموسم مع بي اس في اندوفن في بدايه الموسم في الدوري الهولندي، وعنده ايضا ثلاث اهداف في هذا الموضوع وخارج من الدوري المحلي يعني. نعم الدوري الهولندي يعني بالدوري الهولندي ربما لن يعود للعب في الدوري الهولندي بعد الموضوع، ولكن الان مرتبط مع الفريق. اكيد نظن الفريق الهولندي حتى شفنا في التصرف تاعو في المباراه، يتصرف انتيليجامون بالكره، يعرف كيفاش يمشي، يعرف لي مومون اللي يمشي فيهم، يخلي الخصم من بعد هذيك لاطاك ديريكتومون. ولا الان يعني في الدور الثاني راح نشوفوا وجه، راح نشوفوا الفريق واش راح الوجوه اللي راح تمد بها. نعم شكرا لك ياسين سالمي. علي بن شيخ، فرانكي دو يونغ في بدايه هذا الموسم مع برشلونه كان احتياطي باوامر من تشافي هرنانديز، كان النادي يبحث عن بيع اللاعب. اللاعب بدا يعود شيئا فشيئا في المونديال هذا، راهو واحد من افضل متوسطي الميدان في هذه الدوره. اليوم سجل ايضا فرانكي دو يونغ بعد المباراه بن شيخ، قبل ان افسح لك المجال للحديث عنه، يقول لا يهم من سنواجه في الدور الثاني، جئنا الى هنا من اجل الفوز بكاس العالم. يعطيك الصحه ميتو، فكرتني في الكلام اللي كنت نقول فيه، لادفيرسا جامي يهمك انت واش رايح دير. على كل حال فرانكي دي يونغ اليوم دخل في المونديال مليح، نقول لك في البارسا كي بدا مع تشافي كان مقيلو كما يقولوا، من بعده في ريامزير يكون تكلم معاه لان غير طريقه اللعب تاعو. دي يونغ ما بقاش يقعد بالكره، يقعد بزاف بها باش يمدها ولا يطلقها كومان بوكو بليس، وزيد عنده بوكو دكاليتي هاد اللعاب. هادي وحده. ثانيا تكلموا انتوما على لعاب غاكبو ولا اسمه غاكبو اللي ماركا لي 3 بيوت، تتقول لي جاي لعب شامبيونه محليه، لا زعما محليه تلعب في لاولوند، هادي مخخ تاع الفوتبول اللي ديكتيكتيو لي جوار
سي دي زيكسبير معمره باك تاو كاع يلعب في شامبيونات تاع ربادولا او يلعب في لاولوند خويا اللي قاعدين في تريبين واللي قاعدين في لوفيسيال وكذا ويكارنيو جوفو يديكتيو سيت اون اندستري حتى لا كريتيك تاعهم وعلى مام سبورتر ايزين تاع اللاعبين يخرجوا هذه في نادي كبير في هولندا في كاس فيندوف بيان سور نادي كبير لاولوند حنايا اسمح لي زيد نقول كلمه ها روكي من هولندا صباح الخير خلينا نهضروا سيريو نهضروا سيريو خلينا نكملوا سيريو سالمي المدرب نتاك تقول عيط له دخل سجل ثلاث اهداف المدرب كي عيط له يعرف هذا اللاعب شافوا يلعب ماشي جابوه ولا قالوا له شافوا يلعب تبعوا اللي معاه كاع لو ستاف تاعو بروني نوت سور سو جوار لا من بعد كي جابوا لعبوا يعني يعرف لا فالور سو جوار ولا يلعب فيه واللاعب قالنا ريبوندالو قال له جو سوي لا يسجل وكذا هذه هي كرة القدم يا سي ميدو شكرا على ولادفيرسير جامي تخمم عليه العب بالامكانيات تاعك سينو غير في دباجاجك وروح كي تخمم على لادفيرسير فهمت؟ نعم صح ومع ونزيد نقول كلمة سينيغال مقبل مع لاولوند ما تكلمتش عليهم داروا ماتش في القمة مع لاولوند انت قلت 50-50 انا نقول لك ممكن 60-50 لان داروا الماتش في القمة تكلخوا في هذوك لي دو بيت الفوتبول يا دي زيرور يا كدا يتماركوا مي كانوا في القمه لا سينيغال سي با دو لا ريغولاد انا قلت لك سيد كان يخدم ما كانش ينوم شكرا لك علي بن شيخ حسن المترف لما نعود الى منتخب هولندا نبقاو دائما في منتخب هولندا نعطيك احصائيه فقط لويس فون غال منذ توليه تدريب المنتخب الهولندي لم يخسر اي مباراه لا في مباراه وديه ولا في مباراه رسميه لحد الان منذ تعيينه يعني منذ عودته الإشراف على المنتخب الهولندي لم يخسر أي مباراة. المدرب لويس فان غال معروف مدرب عالمي ويعرف كرة القدم جيدا ونشوفه الآن المنتخب الهولندي يملك تعداد جد مميز عنده لاعبين يلعبوا في أعلى مستوى والكرة الهولندية معروفة المدرسة الهولندية بي اس في اندوفن كما تكلمت اللي وين يلعب غاكبو هناك الأجاكس أمستردام هناك عدة فرق اللي راهي تلعب تشامبيونز ليغ ورانا نشوفوا في التألق تاعها هذه هي يعني الكرة المحلية الهولندية كرة متطورة وراهي في تطور ما هذه بدون أدنى شك نشوفوا مدرب يملك فلسفة جد ذكية وين يحب يلعب هو كتروة وتقدر تسميها يعني يقدر يكون في بعض الأحيان تروة 5-2 يلعب كرة جد حديثة يحب يعني المنتخب الهولندي يحب الكرات القصيرة يحب يعني يستعمل لاتاك بلاسي يعني المجيء من الوراء ببناء اللعب عبر المدافعين المحوريين نشوفوا كرة حديثة هذه هي والكرة الهولندية معروفة نشوفوا كرة برشلونة أو الكرة الهولندية كرة شاملة وتم تطويرها شيئا فشيئا إلى أصبحت ما هي عليه الآن مشاهدين الأفاضل ترتيب هذه المجموعة بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة قطر تقصى كبلد منظم في المركز الأخير بثلاث انتصارات ونقص خمسة مسجلة تلقت ثلاث انهزامات صفر نقطة نعم تلقت لحد الآن سبع أهداف وسجلت تلقت ست أهداف وسجلت هدف واحد في المركز الثالث منتخب الإكوادور اللي كان قدم مباراتين في المستوى في أول جولتين يقصى بزائد واحد خسر مباراة تعادل في مباراة فاز بمباراة منتخب هولندا يتأهل رسميا في المركز الأول وكذلك المنتخب السنغالي في المركز الثاني مشاهدينا الكرام كانت هذه المجموعة الأولى مجموعة البلد المضيف منتخب قطر الذي كما تحدثنا منذ قليل خرج من الدور الأول خالي الوفاض بصفر نقطة تلقى ست أهداف وسجل هدف واحد مجموعة تأهلت منها هولندا والسنغال كما كان مرشحا للغالبية قبل بداية الدورة رشحوا هولندا والسنغال لتأهل من هذه المجموعة لكن البعض بعد إصابة ساديو ماني قبل انطلاق المونديال كان قد ربما نزع ترشيحه لمنتخب السنغال للمرور إلى الدورة الثانية لكن أسود تيرانغا كانوا في الموعد وتحققوا فوزين بعد أول هزيمة كانت مرة أمام المنتخب الهولندي وتأهلوا في المركز الثاني بست نقاط هولندا في المركز الأول بسبع نقاط لينضموا لحد الآن إلى قافلة المنتخبات التي تأهلت